هي آثار قصف الدمار الهمجي الذي يقوم النظام بشكل عشوائي. بعد كل معركة، بعد خسارته في كل معركة، يقوم بالانتقام من المدنيين والقصف على المدنيين، الناس العزل الذين لا حول لهم ولا قوة. في شهداء، في اخوي اثنين، واحد انجرحت عينه ضربت، الله ما عافيه، الدم سيزيد عليه، والثاني طف الارض، الله يحرك طول شنا عم هذه هي الاصلاحات، براميل متفجره يلقيها على المدنيين. كما ترون هؤلاء الارهابيون، هذا ارهابي. عمو انت مطوع شيء في الجيش الحر؟ انا مدني وبعمل في ايدي عامل. بسم الله، انظروا، هذا هو الخراب والدمار. انظروا منازل تدمر بعد كل معركه، بعد كل يوم قصف عشوائي، دمار ممتلكات مدنية. يقومون بالانتقام من المدنيين كل يوم، براميل متفجرة، قنابل فراغية. عجورة، هؤلاء الأطفال، الأبرياء. جيب روان. من ضرب مين هاد السيد؟ مين هاد البيت؟ على زود مين بشار ضربناه؟ تحب بشار؟ هذا هو الدمار الذي يرتكبه هذا النظام الغاشم الفاسد. مدنيين عزل، لا دخل لهم، لا جيش نظامي ولا جيش حر. انظر، هذه ممتلكات المدنيين، هذه العربة الوحيدة التي يمتلكها هذا المواطن، قام بإصلاحها إصلاح كامل بشار الأسد. Thank you.